انت غتعيش واحد المده زمنيه اللي هي هاد المسطره هادي. الا ضيعت شي وقت من وقتك راك ضيعت مرسوم من هاد المسطره. واش كتمشي للمدرسه ولا كتمشي تقرا؟ كاين فرق كبير. تزوق راسك ودير شي شعيرات وتقطع سروالك وتمشي، واش ترضى تكون ميكروب اصاحبي؟ واش تحدوره ساهله ولكن من جيت تطلع شحال ما غرق تصعب عليك تطلع. وكاين اللي كيمشي يقرا ولكن قليل اللي كيمشي يقرا. فوقاش تعرف راسك واش كتمشي تقرا ولا كتمشي للمدرسه؟ الا كنت كتركز على الامور الايجابيه في حياتك انك تمشي تفهم الدرس، الا كنت كتفكر بحال هكا راك غادي تمشي تقرا. وباش تعرفي انا ما كنحترموش داك السلم ديال التوقيت ديالنا، ديك المسطره ما كنحترموهاش.